الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة استقلال السلطة القضائية، وغادي تنشأ من بعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 2016، وغادي تنتقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة نقض رئيس النيابة العامة في 2017. أصبحنا إذن أمام ثلاث وحدات: المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة. هذه الوحدات غادي تشتغل جنبا إلى جنب وفي حدود اختصاص وصلاحية كل وحدة. المجلس الأعلى للسلطة القضائية اختصاصه هو تدبير وضعية مهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، حماية استقلال القاضي، إنجاز التقارير وإصدار التوصيات والآراء. اختصاصات رئاسة النيابة العامة: دعم دولة الحق والقانون، دفاع عن الحق العام وحماية النظام العام، وضمان تمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف. لبنات الأولى أسست الريادة في التعليم والتدريب والبحث الأمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أرحب بكم وأحييكم أجمل تحية، ويسعدني كثيرا وجودكم معنا هذا اليوم في هذه المناسبة العزيزة، ونحن وإن كنا في هذا المنطق العربي الأمني الهام. وزارة العدل بالمكان المغربية، وهذا في إطار تفعيل التعاون بين الجوانب الأكاديمية مع الأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب الممثلة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية المعني بمعاهد القضائية، وجامعة الطائف العربية للعلوم الأمنية المعنية بأكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى التعاون مع كلية البحوث في الجامعات العربية والتي تطور لتفعيل التعاون الأكاديمي العربي مكانا متميزا، كما يتضمن هذا اللقاء كذلك في إطار تنزيل مضامين ملكية التفاهم بين كل من جامعة الطائف العربية للعلوم الأمنية، الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. بعد تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق، وإنه لشرف كبير أن نحضر هذا الملتقى ونحن نمثل الحكومة العراقية التي تشكلت حديثا وليدة اتفاق سياسي بين الكتل التي تمثل جميع أطياف الشعب العراقي، وهي تمتلك رؤية واضحة وتسير بخطى ثابتة لتنفيذ برنامجها الحكومي، والذي انعكس إيجابا على أدائها في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق وضع سياسي مشترك للجوانب العدلية والأشقاء في سبيل الوصول إلى وحدة الرؤى حول القضايا العدلية تجاه مجتمعاتنا، وحرصاً من العراق على ذلك، ومع توافر الظروف الأمنية والسياسية المستقرة فإننا متطلعون لعقد الاجتماع 39 لمجلس وزراء العدل العرب في بغداد، بعد أن قدمنا طلباً تحريرياً بذلك إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ختاماً أيها الأحبة، أتمنى النجاح والتوفيق الدائم لكم، وأن يكون هذا الملتقى خطوة فاعلة ومؤثرة، ويحمل مقررات وتوصيات تخدم مؤسساتنا العدلية في جلساتكم العلمية التي ستكون خطط عمل على المدى البعيد. درء آخر يقدمه وكيل الجامعة نايف للعلوم الأمنية للمعالي السفير الأستاذ محمد أمين الجديد. أما الآن يقدم وزير العدل في المملكة المغربية الأستاذ عبد اللطيف وهبي درع الوزارة لمعالي وزير العدل في المملكة العربية السعودية الشيخ ولي الصمعاني. Thank you.
يقدمه وزير العدل عبد اللطيف الوردي لمعالي وكيل خالد بن عبد العزيز الحفش. كذلك درع آخر يقدمه وزير العدل عبد اللطيف الوردي لمعالي السفير محمد أمين. لأن الله درع آخر يقدمه معالي وزير العدل عبد اللطيف الوردي لمعالي الأستاذ محمد علي قومان. واخيرا درع يقدم معالي وزير العدل عبد اللطيف الوهبي للسيد المختار شنان مستشار معالي وزير العدل الجمهوريه الامريكيه. حيث تأتي هذه الفكرة مواكبة للتطورات والاستجدات التي تشهدها مجتمعاتنا العربية، فتكون عوناً للمشرع عند إصدار التشريعات ومعيناً للمحاكم عند إصدار الأحكام القضائية. أكرر شكري وامتناني إلى كل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى، وانتظر إلى المزيد من الفعاليات التي تجمعنا بزملائنا الأفاضل في الدول العربية و. احنا شاهدين بلدنا هذا المسار هو بين المسلمين وبعض المدن المسلمين شوية تنزيل على التبادل السعودي المغربي المغربي العراقي غير هذه المسؤوليات في مستوى العلاقات في مجال التحرير وفي مجال التكوين وتدريس مجال العلاقات.